من هو اللاعب اللي ولد في غينيا وقدر انه يروح وينضم لبرشلونة وقدر يواصل مشواره وينضم مع المنتخب الاسباني؟ وغينيا مستعمرة برتغالية وحاولوا اغراءه بالجواز البرتغالي. الاتحاد الاسباني كان ذكي وكشف الخطة بدري وقال لهم يا شباب بلا استهبال، هذا لاعبنا. لكن اللاعب فضل تمثيل المنتخب الاسباني. وبعد قراره المهم والصارم واللي حدد مصيره أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة وبعمر 16 سنة فقط. اللي عرف هذا اللاعب يكتب اسمه في الكومنتات، واللي ما عرف اللاعب عقابه راح يكون يضغط لايك وينشر الفيديو وينتظر المقطع القادم عشان نكشف من هذا اللاعب.